انت المدرسه؟ لا يا اخويا مالكش دعوه بيا، انا حيالله بدرس لابن ام عبوسه فتحيه واكلاهم ثانيه صدره، يعني ناس غلاب، انما انت كده بتلعب مع الحكومه يا لمي. طب واللي يقول لك النهارده بقى ان هو زلزل دار الفضاء العالي؟ يا راجل والله اقول لك على حاجه، ها اما اتهم في قلب القفص فضل يتنطط 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 من فرحه ويسقف لحد ما رموا له السوداني. يا شيخ انت هتمزح عليا يا لمبي ولا ايه؟ قول كلام غير ده. طب اقول لك على الكبيره، الكبيره بقى وانا واقف المرافعه كده وبقول كده روح لمح بعيني كده، شفت ساعات المستشار والدمعه بتفر من عينيه. يا لهوي والله عيط القاضي عيط يا بنت. بقول لك المستشار قاضي ايه انت؟ يو ما القاضي هو المستشار يا راجل. لا ده هو المستشار. يا لهوي لا والله هو ده هم الاثنين واحد. ايوه وطلع بمنظرين ولا ايه؟ يا نهار اسود عليا يا بنت. فهم واضح ان انت معلوماتك في القانون ضيقه. اه سيادة القاضي هو اللي بيبقى في النص، انما المستشار بيبقى هو اللي بيقعد يعيط. ايه؟ اه امال ايه؟ يا راجل انت لخبطتني معلوماتي. اهم حاجه يعني هتمشي معانا يا لبي ولا ايه؟ اطمنى يا بت اطمنى قوي. اقول لك على المفاجاه الكبيره بقى. اقول لك على المفاجاه الكبيره، لازم في كمان 5000 جنيه جايين زيهم. يا لهوي لو النبي 5000 جنيه اول مصحى و 5000 جنيه بس بقى التانيين كلهم تلتينات. تلتينات عشرينات ما تفرقش. طب بص بقى يا حبيبي. ايوه انا عارف انا الدلع ده بتاع الحريم لما تشوف الفلوس فتروح تعمل اللي ما هي مش عارف كده. عشان خاطر اختي مرفت وجوزها محي عازمين على الفيلا الجديده النهارده. لحظه واحده استنوا النبي، هات النضاره دي ما تبوظيش اللحظه السعيده. طب بقى انا كده مش هشوف يا ست من جنبك، هو ما فيش بيني وبينك ملم. طيب ها اختي مرفت وجوزها محي عازمين على الفيلا الجديده النهارده. ها نفسي بقى نروح بلبس عليه القيمة. بس كده؟ يعني هتشيكني؟ هتشيكك ورقصك كمان يا بنت. السكر غالي. وانحلوا بإيه؟ السكر غالي. وانحلوا بإيه؟ أمي بنت عروكة السكر غالي. وانحلوا بإيه؟ السكر غالي. وانحلوا بإيه؟ السكر غالي. وانحلوا بإيه؟ السكر غالي. بس لما ما بحبش البرتقال. بحبش ايه؟ البرتقال. لم علينا عبيدك يا رب. روح عند الفضح ده. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. ايه يا سيدي المعلمين؟ ازيك يا استاذ؟ عايزين بقى حاجه كده يعني نفتخر بيها قدام الخل. تحت امر حضرتك، عندك كل حاجه عندك رجالي وحريمي. وادي البروفه الرجالي اهي، خش قيس. وادي البروفه، خلي الانسه تخش تقيس جوه. خلي ليه؟ الانسه تخش تقيس جوه. الاساس ان انا واقف قدامك شفاف. في ايه يا استاذ؟ انا غلطت فين بروستوم يعني؟ في ايه؟ الله 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 الله. يا عم انا كلمتك انت عايز تتخانق ليه طيب؟ الله. طب مال امك انت اللي بتهدد. بره 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 بره. لم علينا عبيدك يا رب. وفي ايه؟ عارفة؟ الله الله الله. الناس راحت فين يا بوب؟ انا مش عارف الناس دي كانت كرافيك ولا ايه؟ يا نهوي! ايه؟ الفلوس! انت شكلك حضرتيني فكرت البتاع ملغم ولا حاجة، ما تخافيش يا بنت الفلوس ان اهو في قلب الجيب جوزك سبع. خفت يكونوا الثانوية خرمني. لا يصيروا منين؟ اهو في جيبي اهو. بس ولو برضك. لازم نروح في الشياكه عند محي ومرفت وبنكمل شوبينج. انت انا بنروح الموسكي كلاس اكتر. اه طب والله عندك حق، المره الجايه نروح الموسكي. يلا هو ده الكلاس فعلا. لما علينا عبيدك يا رب. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. على فكره السفره دي كلها جايه دليفري من دبي.
والراجل جاي بالفزمه من دبي. والنبي كنت عارف انك هتعلق عليها. ما بتعديش انت يا لولو، ما بتعديش حاجه. بموت في ضحكه الكابوريا اللي انت بتعملها دي. خليك ظريف قوي يا عم. العيال بتموت فيك. عين احسن عمو. حبيبي ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك. عين محي. ايه دبل العجل اللي قاعد جنبي ده يا نجلاء؟ يا حبيبي طفل 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 طفل. ايه ده؟ طفونه يا بابا، طفونه. خد عفونه مش طفونه. ده الواد هيطرشق زي الخرشوف. خلاص بقى عين. ما قلتليش بقى يا لولو، الدكتور اللي انتوا رحتوا له ده بقى خلاص قال لكم مش هتخلفوا تاني خالص، صح؟ مفيش امل. لا مش هتخلف تاني. ما تخلفش ليه؟ راجل وست، ما يخلفوش ليه؟ يعني هنجيب واحد من كارفور. كنت عارف انك هتعلق عليها. ما اقولكيش بقى على فيلة الساحل الشمالي، يا نهار ابيض، الفيلا كده، الجنينه كده، البحر كده، يعني تدقلجي من السرير تنزلي على البحر غطس. يا ميدي هاتي العلبه اللي اديتالك الظهر. يا نهار ابيض يا عالجمال، بصي الجمال، شايفه وانا بتمشى في الشانزليزيه لما كنت في باريس انا وجوزي، اول ما شفته ما استخسروش فيا، ارخص من مصر ب 29,000 جنيه، تخيلي. بصي وليلي. الله الماظ، يا لهوي الماظ. مبروك، ألف مبروك، حاجة تقبل طبعا. والآن مع المفاجأة. ايه هننفجر ولا ايه؟ لا ولا ايه؟ أول أغنية أطفال بصوت ابني ياسر محي الدين. طب ما تكمل بقية الشارع، خليه ياسر محي الدين أبو العز المتفرع من البطل محمود عبد العزيز. والله على رأيك، أنا خايف أنزل الشريط الناس تتوه. يلا يا ياسر، يلا يلا يا ياسر، سمع عمو. يعني لكم يا بابا يعني لكم يا بابا يعني لكم اقول ده. طلعوا يا محي وروجوا كده ولفوا بالبكره. لكم يا بابا يا الله الله، برافو يا حبيبي، برافو يا حبيبي، ما شاء الله يا محي، ابنك مش محتاج لشريط اطفال، ابنك محتاج يغني على نفقة الدولة. حبيبي يا محي. ميرسي يا لمبي، عقبال اولادك. يوه انا ناسي يا اخي انكم ما بتخلفوش. يلا يلا النوم. يلا تصبح على خير يا محي. ايه يا نوبة؟ انت ايه بتسلقي بني ادمين ولا ايه؟ صباح الخير. صباح النور يا حبيبي. بقول لك ايه يا حبيبي؟ قال البوك. انا حاولت اعتذر لهم 100 مرة مفيش فايدة، هيزعلوا. يا حبيبتي اعمل لك مفيش فلوس. بقول لك مفيش فلوس. اغنيها لك؟ مفيش فلوس حلاوة، مفيش فلوس حلولي. اقول لك ايه؟ نشمة، نشمة زي النشمة. يعني ايه يا لمبي؟ الله قال يعني ايه يا لمبي؟ يعني مش انا اللي افسح مراتي على حساب عديل الغني. طب ايه رايك بقى ما انتش داخل المطبخ تاني؟ عشان انت كل مره تدخل المطبخ تقعد تاكل من الاكل من قبل ما اخلص، هديه؟ امشي اطلع بره. الله ما بره بره، انت يعني هتطلعينا من الكونسول؟ على فكره انت وليه مفتريه او المصحف، لو ربنا اداكي هتدوس على زمامير الخلق كلها. اعوذ بالله. هات الخياره، هات الخياره بتاعتي، وليه مقتدريه. حجر عايزه هنا، عايزه يا بنت، عايزه انت عايز تتخانق على الصبح ولا ايه؟ وهخسرك نفوخك. تعالي. طب بالراحه، طب انت بره، طب بالراحه، طب انت بالراحه اصغر، ما تعصبنيش انا بابو عامر. والمصحف على عكسلك ده فوق. اقعد قعدنا اتفضل لي ارغ لوكلوك. انا عايز اعرف انت بتغير من محي عشان اغنى مننا ولا ايه؟ انا اغير من محي؟ ده انا غير من تحت باطي ولا غيرش منه، ده كفايه وشه اللي متراقب. افهم من كده
ان انا مش هطلع المصيف معاك وتجزغتي معي. لا نطلع النجم نطلع. انت مش عايزه نطلع المصيف؟ نطلع المصيف عشان يفضل يعاير فينا بقى في الطلعه وفي الدخله. الفيلا دي ب7 مليون ونص و59 كرش. انتوا رحتوا للدكتور ولا لسه ما رحتوش؟ انتوا باين عليكم مش هتخلفوا خالص. بني ادم سائل ورزيل والتبته بتبوظ من وشه. سبحان الله سبحان الله في رزقه، اللهم لا اعتراض. بني ادم ربنا مديله المال والبنون، ما فاضلش غير انه يديله يوسف شعبان عشان يقفل المسلسل. والنبي انا عايز اخلف عيال على ايه؟ عشان يشوفوا عقد وجنان ابوهم؟ الا لما مر طلبت منك طلب الا ولازم تعجن عليا. يا نوجا بس بقى خلاص. طب بقى ما تعيطيش بقى نوجا بقى، ما انا مش حرمك من حاجه يا نوجا اهو. الله، قلت لي عايزه لبس، خدتك لاشيك مناطق عشوائيه في البلد وجبت لك لبس اي ست تحسدك عليه في الدنيا. جبت لك شقه بص لحيطانها، بص للسقف، لوحه فنيه مرسومه. فنكخ نفسه ما يعرفش يرسم الرسمه دي لان ده الكخ نفسه. البنت فواق بقى. والنبي اللي يسمع كده يقول معيشني في لندن. والنبي اخلعي البتاع دي يا نجلاء. يا بنت اهدي بقى، ما تسمعيش كلام حد بقى. اختك المبجله اللي بتجيلك دي مش هتنفعك. فاكره نفسها اصرف دور ده لي. مالكش دعوه باختي. ولعي بيها، انا هقول لك اكتر من كده ايه؟ ابلعوا بعض يا ستي، ابلعوا زي القطط. انتوا بصوا زي القطط والمصحف زي القطط، تاكلوا وتتكرعوا. بتكرع؟ ايوه بتتكرعوا. انا بتكرع يا لبي؟ ايوه بتتكرعي، وكلمه ثانيه هكرعك بره. الله يخرب بيت المصحف على عايزين يروحوا. لا هاتي الام النضاره دي، النضاره دي هي اللي مبوظه علاقتنا، مفيش نضارات تاني، خلاص. هم 2500، 2000 هركب بيهم سرير بدل السرير ابو جرده ده، وال 500 التانيين هظبط لك بيهم المخدات بتاعت المناخير دي عشان نفهم، نفهم بعض. نفهم بقى، يبقى في كابيلتي بينا احنا الاثنين، مهم الكابيلتي. الله حرام عليكي. طب يا نندي. ما خلاص يا نجلاء بقى، قلت خلاص، هنزل اشتري السرير دلوقتي. عليكم السلام. كل سنه وحضراتكم طيب. طيب الله يخليك. مصدق والله انا عندي سرير بس لازق في رجله جبل كده، فقلت ممكن تشنج. لا مفيش تشنج عندنا والله. مفيش اي. لا 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 لا. طب في عندكم سراير؟ اه موجود ان شاء الله. طب ممكن تقول لي فين عنبر السراير؟ عنبر؟ قصدي قسم السراير عندك كده على اليمين. يمين كده؟ اه يمين كده. طب شكرا جدا. شكرا. سراير حلو ما بتزيقش؟ لا ما بتزيقش بجد والله. ان شاء الله. بس انا ما بحبش اللي بيزيق بيفضح في الحكايه. خد البرشام ده هيريحك لغايه ما تجي لي المستشفى وتدخل على قسم الاعصاب عدل. حاضر بس اشوف الحل ارجوك. انا العيال ابتدت تخاف مني في البيت، اعمل ايه؟ اسيب البيت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثانيه واحده بس اتكلم مع الدكتور. يا دكتور. طب انت عندكم سراير في العياده؟ لحظه واحده من فضلك، لحظه واحده. حاضر. خلاص يا دكتور، اعتبر المكان مكانك تمام، والكرسي خلاص اتحجز باسم حضرتك. تمام. هذا السرير ده كتم للصوت، هو ده اللي هيبقى في العنتابلي. امرني. الله الحلاوه دي. ربنا يخليك. ربنا يخليك. والنبي بس عشان انا يعني بفزع شويه من الحركه دي، هل انت كنت واقف مع الدكتور الف لا باس الشر عليك؟ كنت بخصوص البق ده عيان. الف لا باس شروا عليك. الحمد لله. بقول لحضرتك ايه النبي، هو السرير اللي هناك ده كم هذا السرير؟ اه ده اه 4500 جنيه لحد البيت وحساب العربيه عليك، يعني كله 4800 جنيه. لا 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 مش عايز، الناس حاجه اوطى من كده، يعني حاجه اوسخ من كده شويه. في ده 900 جنيه بالمشال. اه ده حلو قوي ده، ده انا جربته. حلو. انا جربت اه ده، عملت كده وكده فكتم من الصوت ما شاء الله. بكام حضرتك؟ 900 جنيه بالمشال. لحد البيت بالمشال؟ اه. طب لو انا جيت شلته من هنا يبقى بكام؟ ب 800 جنيه. طب لو انا جيت نمت عليه هنا بكام؟
والله انت ظريف جدا. ايوه قوي ضحكتك عسل والله. بقول لك مره واحد دماغه مشغوله قال له فين واتصل تاني. سلام ورحمه الله وبركاته. عسل والله ربنا يخليك. طب السرير ده حقه ان شاء الله هقدر ادفع الفلوس هنا في الكافيه؟ لا الكاشير هنا يا اكسلانس. حلو قوي. طب والسرير ده سكن امس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ لو دفعت الفلوس النهارده هتاخده يوم الخميس. الخميس 22 بعد بكره. ايوه مرسي يا سكن. اصحى يا لمبي الساعة بقت 9:30. واحنا بقى على الصبح الخناقات اللي هتبقى على المصر في وسنين المصر في السودة وبوزها اللي هيبقى 3 أمتار قدامها. الحاجات دي اتغيرت ازاي؟ والسرير ده جاي امتى؟ طب هو السرير ده سكن امس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ بعد بكره. خميس 22. ايه ده؟